مساء الخير. وصلت أحداث هذا الأسبوع بتتجه نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اللي انتهى بتثبيت أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 18.25 و19.25%. في رأيي الاجتماع مؤشر مهم جداً على عدم وجود ضغوط تضخمية في الشارع المصري تستدعي من اللجنة التعامل معها. كمان نتائج الاجتماع بتخالف قرار الاحتياطي الفيدرالي اللي قرر رفع أسعار الفايدة 0.25%، وقبل آخر زيادة متوقعة في الفايدة الأمريكية الشهر اللي جاي. سجلنا قبل أيام أول تباطؤ في معدلات التضخم في مصر من حوالي 10 شهور، وفي ظل توقعات بانحسار التضخم في السوق المصري بحلول يونيو أو أغسطس اللي جاي على أقصى تقدير. سحابة صيف وهتعدي إن شاء الله، وهنعدي كلنا من هذه الأزمة اللي فرضت نفسها علينا وعلى العالم كله. فاصل ونواصل. موسم بيحظى بطلب مرتفع جدا على العقارات في مصر، سواء من جانب الباحثين عن التملك لأغراض السكن وإقامة المشروعات، أو حتى من جانب الراغبين في التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف. رؤوس أموال من جانب مصريين في الداخل والخارج بتبحث عن وجهة محترمة وذات ثقة ومصداقية وسابقة أعمال مشرفة، عشان كده الشركة الناجحة اللي عندها تارجت بيعي قوي هي اللي بتستعد بوسائل وأدوات تسويق وتمويل مبتكرة تستطيع من خلالها جذب أكبر شريحة ممكنة. من الشركات دي شركة إيجي تاورز، وهي شركة رائدة ساعد وجود شباب طموح ومبتكر على رأس التنفيذ بها على دعم رؤيتها وتطلعاتها وكمان مستهدفاتها الفترة اللي جاية. تفاصيل أكتر عن رؤية إيجي تاورز هنعرفها النهاردة من ضيف محايد استطاع أن يقترب من تجربة الشركة ويستطيع الحكم عليها من قرب. برحب بضيفي الأستاذ أحمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عقار مصر، اللي مشرفني النهاردة في الاستوديو. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. يعني مع بداية موسم الصيف أعتقد أن ده موسم كمان مهم جدا جدا بيعي في القطاع العقاري. بدأ الموسم ولا لسه؟ لا شك أنه الموسم بدأ من بعد عيد الفطر. من بعد عيد الفطر؟ أوكي. ولكن الشركات اللي هتكون أكتر وجودا هي الأكتر إنشاءات، هي الأكتر موجودة في الموقع. الموسم الأكثر وجودا ولا بيعا؟ يعني اللي عندها قدرة على البيع بشكل أسرع. عشان يكون في قدرة كبيرة على البيع لابد أن يكون فيه إنشاءات في المشروع بنسبة كبيرة جدا. النهاردة أعتقد الشركات اللي لسه لم تبدأ بعد أعتقد أن هي في خطر، ومبيعاتها هتقل وربما تكاد لا تكون لها يعني مبيعات قوية في الموسم السنة دي. وجهة نظر الحقيقة لأول مرة بسمعها. احنا تعودنا الفترة اللي فاتت على اغلب الشركات بتبيع اوف بلاين، يعني قبل حتى احيانا ما تخلص تراخيصها. كان في الماضي كان ربما يعني اوكي كان ممكن يمشي الحال، لكن الان اصبح العميل يبحث عن انشاءات قائمة بالمشروع، والدليل احنا عندنا شركات كتيرة موجودة معنا. الشركات الاكثر انشاءات هي الاكثر مبيعات. إيه اللي غير فكر العميل وحول الصورة الذهنية عن البيع اللي اعتدنا عليه الفترة الأخيرة؟ لا شك أنه هو العقار هو أقوى استثمار موجود على مستوى العالم. هو الأأمن. صحيح. النهاردة لما بستثمر في العقار هو الأأمن. النهاردة أنا لو استثمرت يعني استثماراتي في أشياء الذهب والدولار، الذهب بيطلع بينزل، الدولار بيطلع بينزل، لكن العقار دائما دائما في الصاعد. ودائما هو الافضل، مخزن القيمه الحقيقي. ده حقيقي بالنسبه للعقار هو الاستثمار الافضل، ولكن لابد ان يكون هناك شروط موجوده في الاستثمار. الشركه، اسم الشركه، انشاءات للشركه، اداره الشركه. هناك شركات ربما تكون عندها مشاريع او مشروع كويس، ولكن الاداره
هي سبب ان الشركه ما بقتش في افضل حالتها، ولذلك الاداره هي يعني 50% من البيع. المشروع والموقع والاستشاري، الانشاءات، الاستثمار العقاري ليه شروط للنجاح. مش كل استثمار عقاري ممكن ينجح، ولذلك انا بشوف انه في دور كبير جدا موجود على شركات التسويق العقاري. لان شركات التسويق العقاري هي دورها اصلا ان هي بتذاكر كل المشاريع اللي موجوده، سواء كانت بالعاصمه، بالسخنه، بزايد، بالعالمين، بالساحل. هي دورها ان هي بتذاكر المشاريع دي، وهي الاكثر المفروض ان هي عندها المعلومات الكافيه فازاي ان انا اوجه العميل للاستثمار الامن. ولذلك انا بشوف ان شركات التسويق العقاري هي الان هي اللي ربما يعني تكسب عميل وربما ما تكسبش الاخر. اذا كان البحث فقط من اجل المال، ان انا عايز احصل على فلوس كشركه تسويق، فاعتقد ان انا ممكن عميلي في منطقه غير امنه. ويمكن انا دايما بنصح كل الناس في شركات التسويق، وبنصح الناس اللي شغاله معايا في شركتي، ان هم دايما يبحثوا عن الامانه، لان هي راس مال قوي جدا، المصداقيه. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن شركه اي جي تاورز، الحقيقه حضرتك كان عندك فرصه متاحه انك تتعرف اكتر على تجربه هذه الشركه، والحقيقه ان انا هذه الشركه تحديدا يعني لفتت انتباهي بعناصر كتير جدا. كلمني عن تجربه اي جي تاورز، وازاي هي مختلفه عن غيرها من الشركات؟ بصراحه شركه اي جي تاور شركه، اولا هي تمتلك اداره محترمه جدا، يعني هي اداره كويسه جدا، وقدرت ان هي تقدم فكر مختلف تماما عن كل السوق. قدرت تبحث عن شيء دايما يبحث عنه العميل المصري، الا وهو التشغيل. اداره اي جي تاور التشغيل اللي هو تشغيل وحداته بعد البيع. لانه اهم يعني عشان ينجح الاستثمار العقاري مش بس بيع وشراء، ولكن هو ما بعد البيع. ما بعد البيع في شركات كثيره ربما تختفي من السوق بسبب ما بعد البيع، التشغيل. اي جي تاور النهارده بتقدم لك عقود تشغيل وانت بتتعاقد معها من الان. يعني انت بتبقى عارف النهارده وانت بتتعاقد مع اي جي تاور في الاسهم العقاريه، اللي هو احتبر اي جي تاور اصبحت شركه رائده في الاسهم. هي انا بشوف وجهه نظري الخاصه انه افضل شركه حاليا في مصر نجحت في الاسهم العقاريه، هي رقم واحد. وده لاسباب. هل عندنا تجارب للاسهم العقاريه في مشروعات اخرى غير اي جي تاورز؟ هناك شركات حاولت ولكن لم تنجح. يعني ما قدرش تنجح ان هي تبيع يعني مجموعه اسهم، لكن اي جي تاور قدرت ان هي تجيب براندات زي بوخارست وسكند كاب وغيرها كتير، وبالحقيقه ان هم اصلا خلصوها مبيعات، وده كان بالنسبه للعميل جديد. اولا طرق السداد عندهم طرق كويسه جدا جدا، يعني عندهم تسهيلات كبيره 10% مقدم على 10 سنوات، ولكن الاهم من ده ان هو موفر لك التشغيل من الان. يعني النهارده انا لو بشتري مثلا سهم في بوخارست او سكند كاب او البراندات الاخرى، فانا من اول يوم بشتري وانا بوقع العقد بشوف العقد التشغيلي، العقد الحقيقي التشغيلي، وانا بكتب العقد بتاعي بشوف العقد شركه التشغيل اللي هو مثلا انا اشتريت في بوخارست، فبشوف العقد اللي تم ما بين شركه اي جي تاور وما بين بوخارست الان، فانا خلاص عرفت انه يوم الاستلام هيكون عندي شركه تشغيل، انا مش شايل هم التشغيل. فانا قدرت ان انا احط نفسي مع براند كويس باقل مبلغ ممكن كاستثمار. هي اتاحت الفرصه الحقيقه لعدد كبير جدا من العملاء على اختلاف قدراتهم الماديه ان هم يستثمروا جوه العاصمه الاداريه. بصراحه الفكر اللي قدمه مهندس بسام الفقي ومهندس محمد الفقي واستاذ كريم حطب، ان هم قدروا يخلقوا فعلا فرصه حقيقيه لكل من هو كان يصعب عليه الاستثمار داخل العاصمه الاداريه. ان انا النهارده كسهم تجاري، ان انا كان نفسي مثلا ان انا اكون شريك في براند، النهارده ما بقاش حلم، بقى موجود. ان انا النهارده موجود، الكلام ده مش موجود بس يعني ككلام، انا دايما اؤمن واصدق واحترم لغه العقود والاوراق. شركه اي جي تاور عندها شركه اداره المانيه، انا شفت العقد ده، شفت العقود اللي هي مع كل البراندات اللي عملوها، ودائما انا يمكن اشتغلت معاهم بسبب وجود العقود كلها. اي عميل كان بيخش يوقع عقد كان بيشوف العقد التشغيلي لشركه، شركه المانيه تمتلك الخبره في اداره المولات والفنادق. شفت البراندات، شفت عقودهم كلهم. يمكن كمان مشينا عندهم، تعزمنا عندهم زي بوخارست،
الناس فعلا ادارات محترمه، شركات كويسه جدا. فاذا كعميل انت مش قلقان من حته التشغيل، انت ما بتفكرش بعد ما هستلم هعمل ايه، انت مجرد ما هتستلم هتشتغل. طب يعني كل الحاجات اللي حضرتك كلمتينا عنها دي الحقيقه كلها افكار تسويقيه، من حق اي حد انه يفكر فكره خارج الصندوق علشان يقدر يسوق المنتج بتاعه. لكن حضرتك في بدايه اللقاء قلت لي ان الشركه اللي عندها اكبر نسبه انشاءات هي الشركه اللي هتبيع. هل ايجي تاورز عندها هذه الميزه ايضا؟ بدات للامانه، هم بداوا في الانشاءات وهم الان شغالين بالانشاءات، ويمكن ده اللي اداهم الثقه اكتر ان الناس بقت موجوده في الموقع. ويمكن انا دايما قريب منهم جدا، ودايما حريص ان احنا يعني دايما بنصحهم ان احنا يعني نسابق الزمن في حته الانشاء، لان وجود الشركات على ارض الموقع هو اكبر مصداقيه للشركه المطوره. بالعكس العميل الان يعني يبحث عن الشركات اللي موجوده بالموقع، لانه العميل النهارده عشان يحط فلوس وفلوس كتير او فلوس قليله، هو في الاخر هو تعب وشاء انسان لابد انه يقدر يحطه في مكان امن، سواء كان المبلغ كبير يعني سواء كان فلوس كتيره او فلوس قليله، هو في الاخر هو تعب انسان بالزبط. عايز يحطه في شقه، فشقه الانسان ده محتاج يحطه في مكان يبقى مطمن ليه. صحيح. طب ليه اشتري عند حضرتك وانت لسه ما بنتش اصلا ولا حفرت، وجنب حضرتك بنى الدور الاول والثاني والثالث والخامس؟ اعتقد يعني اي انسان هيفكر في اللي موجود في الموقع. استاذ احمد سليم، بحكم ان حضرتك رئيس مجلس اداره شركه تسويق في الاساس، مؤكد شايف او مطلع على حركه البيع في السوق، هل احنا الان عندنا حركه متسارعه في البيع والشراء، خاصه انه يعني الفتره دي فتره صعبه جدا على العالم كله، فمؤكد انه قد يشهد السوق حاله من التباطؤ شويه، هل بتنطبق هذه الحاله على القطاع العقاري ايضا؟ لا شك انه الحركه على مستوى العالم فيها جزء من البطء، ولكن ربما السوق المصري يختلف. السوق المصري دايما هو الاقوى. السوق المصري دايما مش بس هدف كل مصري انه يستثمر في مصر. كل الوطن العربي دائما يبحث عن فرصه. يعني احنا كشركه تسويق عقاري احنا بعنا الناس من كل الجنسيات، ربما من ليبيا ومن السودان ومن سوريا ومن فلسطين، من الكويت، من السعوديه، من الامارات، من اليمن. فالسوق المصري دائما هو الوجهه لكل الباحث عن الاستثمار الامن في ظل حكومه انا بشوف ان هي ادت كل الامكانيات للمستثمر لدخول البلد في استثمار امن. فانا بشوف انه مصر حاليا هي الاقوى، هي الامن، هي الافضل ان انا ادخل استثمر فيها في الوقت الحالي. ويمكن في اشياء فادت، يعني عايز اقول لحضرتك انه اكتر نسبه بيع الان شغاله عندنا في مصر ربما هي بالخليج، المصريين اللي عايشين بالخليج او الخليج نفسهم او حتى من بره بفرق العمله. النهارده طبعا العملات اختلفت، فاصبح عندنا بالنسبه لهم بقت فرصه استثماريه هايله يعني. فلذلك احنا تقريبا مش عايز اقول ما تاثرناش 100%، ولكن احنا تاثرنا كان بسيط جدا، لانه الناس اللي عايشه بالخليج بدات تضخ استثمارات في مصر بحكم ان العمله اختلفت معاهم. ومن حتى لو كان عندنا اسعار عقاريه زادت 20 30%، ولكن هم لديهم عملات زادت ربما 100%. فاعتقد انه السوق المصري افضل، لكن الشركات اللي هي الاكثر مبيعات في الوقت الحالي، وانا بحكم ان احنا كشركه تسويق نرى السوق كله في كل المناطق سواء عاصمه، تجمع، سخنه، زايد، ساحل وغيرهم حتى المستقبل، الشركات الاكثر موجوده في الانشاءات، لانه العميل الان قلقان جدا من حته الاستثمار، فخايف يحط مع ناس لسه لم تبدا بعد. فلذلك انا بشوف انه المبيعات اللي شغاله عندنا اكتر الفتره الحاليه هي الاكتر انشاءات، الشركات الاكتر موجوده. كمان لو كان هناك شركات تعاقدت بالفعل مع ادارات تشغيل قويه جدا، اعتقد عندنا حتى لا اذكر اسماء، عندنا شركه واثنين وثلاثه متعاقدين مع شركات اداره يعني كبار جدا، النهارده مبيعاتهم تفوق 90% بحكم ان هم انشاوا موقع ممتاز، اداره تشغيل محترمه جدا، اصبحت هي الفرصه الاولى لاي عميل بيفكر في الاستثمار العقاري. الخلاصه انه مفردات السوق دلوقتي بتؤكد انه الانشاءات هي صاحبه الرهان المتفوق او صاحبه
الفرصة الحقيقية في الفترة اللي جاية؟ يعني كل ما زادت إنشاءات الشركة كل ما كان عندها قدرة بيعية أقوى، ودي أعتقد من الأدوات اللي لازم تكون موجودة الفترة اللي جاية نظرا للتقلبات الكبيرة اللي حصلت في الاقتصاد على مستوى العالم. لأنه العميل النهاردة لما بيشوفك بتشتغل وانت في الإنشاءات بيطمن نسبة 80%. أها. إيه السبب؟ إنه خايف من أسعار الحديد. هو بيسأل نفسه، هل بعد ارتفاع الاسعار الكبير ده في الحديد هل المطورين دول قادرين ان هم يقدروا يكملوا؟ فلذلك صحيح. الموجود في الموقع هو بيرد بالفعل. صحيح. استاذ احمد سالم رئيس مجلس اداره شركه عقار مصر كان معانا ومشرفنا النهارده، واضافه مهمه جدا لبرنامجنا. بشكرك كل الشكر، تحياتي لحضرتك. كل شكر ليك. كل شكر ليك. مشاهدينا فاصل قصير وهرجع لكم عشان اكمل باقي فقراتي معاكم، انتظرونا. تكملة المبادرة اللي أطلقناها الأسبوع الماضي واللي سميناها البوصلة هتشتري لك، واللي وعدنا حضراتكم إن احنا هنكون فيها بوصلتكم نحو المشروعات الناجحة والمميزة والشركات الموثوقة. هنتكلم النهاردة من خلال مبادرتنا عن أهم ثلاث شركات في العاصمة الإدارية الجديدة، وهشرح لحضراتكم أنا ليه بشوف كل شركة منهم شركة مهمة. التليفونات اللي معروضة قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة عشان لو حبيتوا تعرفوا معلومات أكتر عن مشروعات الشركات اللي هكلمكم عنها النهاردة، هتلاقوا فريق مدرب على أعلى مستوى عنده كل المعلومات كاملة. أول شركة هكلمكم عنها النهاردة هي شركة النيل للتطوير العقاري. الشركة دي بتملك تاريخ كبير ومهم، مشروعاتها في منطقة التجمع الخامس تجاوزت 100 مشروع في أكثر المناطق جذبا للاستثمار العقاري، وطبعا ده ساعدها تبني قاعدة كبيرة من العملاء في القاهرة الجديدة، وبالتالي كان سهل عليها أنها يعني تكسبهم لما اتنقلت مشروعاتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتميزهم بعروض حصرية. الشركة لما قررت تنتقل بأنشطتها للعاصمة الإدارية الجديدة استشعرت بعظمة مشروع العاصمة، وبنت مفهومها للانطلاق من العاصمة بمشروعات أيقونية مجاورة للبرج الأيقوني، وبدأت تناطح السحاب في العاصمة الإدارية بمشروعات فريدة ومتفردة من نوعها. الشركة حطت عملائها في مكان مقدر جداً، وشافت أن عملائها متميزين ويستحقوا ما يوازي هذا التميز جودة حياة واستدامة في نفس الوقت. النيل للتطوير العقاري من أولى الشركات اللي حرصت على نسبة كبيرة جدا من معايير الاستدامة في مبانيها. شركة النيل دخلت وقررت تكون من رواد الاستدامة، وشافت أن الاستدامة من منظور استثماري، لأنه ملاك الوحدات هيستطيعوا من خلال مشروعات الشركة الاستفادة من معايير هذه الاستدامة، وهتتحقق لهم من خلالها فرص استثمارية متفردة. مشروعات النيل العقارية سواء كان مشروع نايل بيزنس سيتي أو نورث 31 أو تايكون تاور كلها بتتميز بإطلالة بانورامية لأجمل المناظر الطبيعية في العاصمة. محلات تجارية في موقع استثنائي وسط أكبر الشركات والهيئات، الموقع في الحي السياحي الفندقي على محور بن زايد الشمالي، إطلالة على النهر الأخضر وهو أهم معالم العاصمة والمتنفس الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، أكبر مساحة لقطعة أرض في شريط الأبراج السياحي. المشروع بيتكون من 4 أبراج متعددة الاستخدامات، بتضم الأبراج 56 طابق، أطول أبراج منطقة الداون تاون وثالث أعلى ناطحات سحاب في أفريقيا. مشروعاتها في المركز الثاني في مصر بعد البرج الأيقوني.
شركة النيل للتطوير العقاري بتتعاون مع خبراء عالميين في مشروعاتها عشان تبني وفق أحدث النظم العالمية في البناء والتصميم. استعانوا بمقاول عام متخصص في بناء ناطحات السحاب بحجم شركة عملاقة زي شركة سياك، وبيت خبرة من أعرق بيوت الخبرة في مصر والوطن العربي، وهو محرم وبخوم. واستشاري عام للمشروع المهندس عماد الشربيني اللي أشرف على عدد كبير جدا من أشهر وأطول ناطحات السحاب في السعودية ودبي. والحقيقة باقي التفاصيل لو حبيتوا تطلعوا على تفاصيل أكتر عن شركة النيل وعن أنظمة البيع والسداد وما إلى ذلك، تقدروا تتواصلوا مع أرقام التليفونات اللي هتجدوها على الشاشة مع حضراتكم دلوقتي. تاني شركتنا النهاردة هي شركة إي جي تاورز، والحقيقة الشركة دي من الشركات اللي لفتت انتباهي من أول طرح ليها. حاولت أبحث وراها، استضافت كتير من عناصرها في برامجي عشان أفهم إزاي شركة في أول تجربة ليها في العاصمة الإدارية تبيع برج كامل في أقل من أسبوع. بحكم اندماجي جوه القطاع ده على مدار سنوات كتير، أزعم أني اكتشفت السر. الشباب، كلمة السر في الانطلاقة الكبيرة والمميزة لإي جي تاورز كانت شبابها. من أول أصحاب الشركة المهندس بسام الفقي والمهندس محمد الفقي مع حفظ الألقاب، ومرورا بالرئيس التنفيذي للشركة كريم أبو حطب اللي بعتبره مصنع الأفكار وصائد الفرص، لحد أصغر سيلز في الشركة، كلهم شباب. شبابها انطلقوا بأفكار إبداعية غير مسبوقة، بداية من اختيار الموقع واختيار النشاط الفندقي، وشركة الإدارة المعروف عنها حرفيتها الشديدة ونجاحاتها في ألمانيا والشرق الأوسط، لحد العروض التسويقية اللي انفردوا بيها الحقيقة، ومن خلالها قدروا يمتلكوا عدد كبير جدا من العملاء بمستويات مادية مختلفة. ببساطة، حلم التملك اللي تقدر تحققه لك في العاصمة الإدارية وبأقل تكلفة هي شركة إي جي تاورز. ليه؟ لما بقول كده بقول على أسس. أولاً، الشركة بتعمل بنظام الاستثمار التشاركي أو الأسهم العقارية. يعني لو أنت ما عندكش ملاءه ماليه كبيره جدا تقدر تشتري من خلالها وحده كامله، تقدر تشتري سهم او اثنين او ثلاثه على حسب امكانياتك. مشروع اينز اللي بتبنيه شركه اي جي تاورز دلوقتي في رايي من اهم المشاريع الاستثماريه ومن اهم الفرص الاستثماريه المضمونه في العاصمه الاداريه، خاصه ان اوروبا ميونخ شركه الاداره اللي استعانت بيها إي جي تاورز من الشركات اللي مشهود ليها بالنجاحات الكبيرة جدا في عالم الإدارة الفندقية. الشركة وضعت للمستثمر قواعد تضمن استثمار يتنامى طول الوقت. تجربة إي جي تاورز في العاصمة الإدارية من التجارب اللي بقف قدامها كتير، واللي عززت جوايا الإيمان بقدرات شبابنا على تجاوز أصعب التحديات. أنا فخورة الحقيقة بجرأة شباب إي جي تاورز اللي كانت وراء الأفكار المبدعة اللي كانت زادهم في العمل، وأتمنى التجربة دي تتكرر عشرات المرات في مصر كلها. الحقيقة النهاردة إحنا قدرنا نجيب لكل مشاهدي برنامج البوصلة عرض خاص جدا من شركة إي جي تاورز
بمناسبة افتتاح مشروعها الجديد في العاصمة الإدارية. العرض يمكن إيجي تاورز بتبيع دلوقتي ب 10% مقدم و 10 سنوات أقساط، لكن إحنا كمان قدرنا نجيب لحضراتكم 10% خصم، وأيضا دفعة الصيانة دفعة مجانية تماما، حضراتكم مش هتدفعوا أي دفعات صيانة لأنه حضراتكم من مشاهدي برنامج البوصلة. الحقيقة كمان من حقكم أن أنتوا تستلموا لأول مرة في العاصمة الإدارية تستلموا بعد دفع 50% فقط من قيمة الوحدة أو من قيمة السهم اللي هيتم شرائه. مرة تانية بفكر حضراتكم أنه الأرقام اللي موجودة دلوقتي على الشاشة علشان تسهل على حضراتكم معرفة المزيد من المعلومات عن أنشطة شركة إي جي تاورز والمعلومات الاستثمارية اللي ممكن تحبوا تعرفوها. تالت شركتنا النهاردة هي شركة أثارت الجدل في القطاع. عروضها كانت لأول وهلة غير منطقية ومستحيلة التطبيق، لكن الكل راهن على قدرة الشركة دي على الاستمرار بسبب عروضها اللي أقل ما يقال عنها إنها عروض استعراضية لا تصدق. طبعا عرفتوا اني بتكلم عن شركة بيراميدز للتطوير العقاري. اختارت اميز موقع في العاصمة الادارية، نفذت مشروعاتها قبل الموعد المحدد، اختارت افضل كوادر في السوق، تعاونت مع اكبر الاستشاريين العالميين في تصميماتها، اول شركة تبتكر نظام الايجار الالزامي، عملائها عرفوا طعم المكسب الحقيقي معاها من لحظة ما تعاقدوا. مشروعات بيراميدز العقارية تنوعت ما بين السكني والتجاري والإداري والفندقي. من أسابيع قليلة افتتحت جراند سكوير مول للتشغيل في الحي الحكومي، وانتهت من المرحلة الأولى من سكاي سيتي الجلالة، وفتحتها في حفل غنائي أحياء المطرب محمد حمائي، وتم تسليم الوحدات بالفعل للحاجزين. وهي الآن ولأول مرة في مصر بتطرح مفهوم المدن التجارية الترفيهية الفندقية، وهو مشروع بيراميد سيتي على بوابات العاصمة وأمام مسجد الفتاح العليم والنهر الأخضر، وخدمات لأول مرة في بيراميد سيتي يعني هتجدوها. الحقيقة الشركة دي بتقدم خدمات غير مسبوقة. الحقيقة المشروع على 152 فدان، مداخل رئيسية للمشروع حوالي 8 مداخل تقريبا على مدخل العاصمة الإدارية مباشرة، فيها مجموعة من الخدمات زي إيه؟ زي أيكونيك بيراميدز، متحف ضوء، متحف فضاء، متحف شعب، متحف شمع، أسفة، متحف خداع بصري، متحف للحيوانات المحلية، مسرح مفتوح، مسرح هولوجرام، منطقة العالم الافتراضي، ساحة عروض ضوء، أنفاق أحواض سمك، مدينة أطفال، مدينة تلج، مدينة انعدام جاذبية. الحقيقة إنه شركات بيراميد سيتي أو شركة بيراميدز أذهلت السوق من لحظة انطلاقها في العاصمة الإدارية، وما زالت تقدم المزيد والمزيد من العروض اللي بتذهل السوق سواء على مستوى المطورين أو حتى على مستوى العملاء. زي ما قلت لحضراتكم، عملاء بيراميد سيتي عرفوا يعني إيه طعم المكسب من لحظة ما تعاقدوا مع الشركة. عشان كده الشركة دي من الشركات اللي احنا بنرشحها لحضراتكم، وعشان تعرفوا مزيد أيضا من المعلومات عن مشروعات بيراميد سيتي هتقدروا تتواصلوا مع الفريق بتاعنا اللي هيمدكم بكتير من المعلومات اللي هتحتاجوها. قدمت لحضراتكم النهاردة أهم ثلاث مشروعات أو أهم ثلاث شركات في العاصمة الإدارية الجديدة، شركات بتحظى بثقة ومسؤولية ومصداقية شديدة تجاه عملائها واتجاه أيضا العملاء اللي هيفكروا يتعاملوا معاها الفترة اللي جاية. إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنرشح لكم مكان تاني ومجموعة تانية من الشركات الموثوقة،
وهنكون معاكم دايما من خلال تليفوناتنا الموضحة أمامكم على الشاشة لو حبيتوا تستفسروا عن أي معلومة لم تذكر في المعلومات اللي اتكلمنا عنها النهاردة. أتمنى تكون فقرتنا مفيدة بالنسبة لحضراتكم، بس لسه عندنا فقرات تانية، انتظرونا بعد الفاصل. أو المعرض الأفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة هو من أبرز وأرقى المعارض في هذا المجال، والحقيقة كاميرا البوصلة كانت حاضرة بقوة في هذا المعرض لحظة بلحظة مع شركة تكنوبلاست للاستيراد والتصدير اللي أعلنت عن نفسها بقوة في هذا المعرض، وأعلنت أيضاً عن أحدث إصداراتها وهي الخرازة 140 ملي، وإزاي بتقدم خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع وغيرها من الخدمات الأخرى. كاميرا البوصلة كان ليها لقاء مع الأستاذ وليد خميس رئيس مجلس إدارة شركة تكنوبلاست للاستيراد والتصدير، واللي كلمنا عن تفاصيل إعادة التدوير والماكينات الحديثة المطروحة بالمعرض وغيرها من التفاصيل الأخرى اللي هنتابعها مع حضراتكم في هذا التقرير. يعني فاحنا التزمنا بالقطع الغيار الصيني او كده، لا احنا اهتمينا بالكواليتي جدا، والكواليتي ده لقى صدى في السوق ولقى استحسان، لان السعر عملنا احنا توازن او بالانس بين السعر بتاع الصيني وبين الكواليتي بتاع الاوروبي او التايواني، فلذلك لقت استحسان، ودي حاجه احنا يعني حطينا سبوت عليها او كسبناها، وبالتالي لقت استحسان عند عموم العملاء بتوعنا. ما فيش شك ان صدى الـ الازمه او بين
الحرب الدائرة حاليا يعني ألقت بظلالها على جموع اقتصاديات العالم، واحنا طبعا ركن من الأركان دي، فالحمد لله والشكر لله. برضو مع الوقت ساعات الدنيا بتبقى صعبة شوية، وساعات سياسات الدولة بتساعدنا ان احنا نتجنب او نتجاوز الصعوبات دي. مفيش شك ان تفاوت سعر الدولار اثر على السوق، مفيش كلام، وعمل زي الى حد كبير جدا تحجيم للحجم المبيعات، لكن كان الميزة عندنا او الحاجة الجميلة عندنا ان احنا شغالين في سلعة او في حاجات استراتيجية. يعني احنا عندنا لو اتكلمنا السنة اللي فاتت الاحصائيات بتقول ان عندنا مئات ملايين من الاطنان دي مخلفات كلها من مصانع ومن مؤسسات وما شابه، فالسلعة او الحاجات اللي احنا بنبيعها حاجات استراتيجية جدا وحاجات مطلوبة جدا، فبالتالي برضو السوق بيبقى محتاجها، وبنلاقي نفسنا ان احنا لازم حتى لو المبيعات قلت او السوق تأثر بحجم المبيعات وبحجم الأزمات الاقتصادية الحالية، لكن في النهاية برضو بنحتفظ بنسبة من المبيعات وبنسبة من حركة النشاط نفسه. احنا عندنا فريق من الفنيين، عندنا مخزن ضخم من قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، ده برضو حاجة مهمة جدا وركن أساسي بيبقى لازم الناس تحطه في الاعتبار وقت البيع أو وقت الشراء، فبالتالي ده ساعدنا أو ميزنا شوية عند الناس. أو طبعا لازم حاجة زي كده حاجة أساسية، اللي بيشتري ماكينة لازم بيشتريها باكج، مش بيشتري الماكينة وبس، بيشتري الماكينة بالصيانة بتاعتها، بقطع الغيار بتاعتها، بناس فنيين، بناس استشاريين عندهم من الخبرات. حد بيجي ممكن بيبقى عاوز يعمل موضوع ريسايكلينج أو حاجة زي كده، ممكن عاوز يبتدي بداية، ممكن بداية اللي هو عاوز يبتديها أو اللي في ذهنه يكون عنده حتة الخبرة مش موجودة، احنا بنساعده، عندنا فريق استشاري بنمده بالمعلومات وبالحاجة اللي تناسبه، وبالتالي بتبقى خطوات النجاح بالنسبة له أوفر ومضمونة إلى حد كبير جدا. اللي ينقص السوق شوية يعني بعض من المرونة، وأنا شايف إن يعني متوسمين ان الفترة اللي جاية يكون في ان شاء الله بإذن الله فتح لقنوات اكتر في موضوع التسويق وموضوع الاستيراد، وبما يتماشى او بما يتلائم مع سياسات الدولة، ولكن غير كده زي ما انا قلت قبل كده ان هي سلعة مطلوبة وسعرة وسلعة دايما عليها طلب، لان احنا النهاردة كل يوم لازم عندك مخلفات، والمخلفات والحاجات طبيعي ان هي في نسبة او علاقة طردية بين حجم المخلفات والتزايد السكاني والاستهلاك والكلام ده كله. احنا الحقيقة يعني السنين اللي فاتت كل سنة بيبقى فيه معايير معينة احنا بنشتغل عليها، كان المعيار السنة دي ان احنا حطينا ماكينات، الماكينات كان ميزتها ان هي بتوفر في استهلاك الكهرباء، بتعمل اوتبوت او بتعمل انتاجيه اعلى، ده كنا يعني كنا ركزنا على الموضوع ده على اساس ان احنا نعمل الفجوه اللي حصلت في يعني السعر بتاع الماكينه، طبعا تضخم جدا بعد ما كنا بنشتغل بسعر معين، النهارده بقت الاسعار اختلفت. طبعا مفيش كلام طبعا كلنا تاثرنا، يعني كلنا تاثرنا، لكن النهارده زي ما بقول ان موضوع الريسايكل بيفرض رايه وبيحط ظلاله على الاوضاع الموجوده. احنا يعني طبعا الحمد لله كان في الفتره اللي هي كام يوم اللي استلمنا البارتيشن بتاعنا او الجناح بتاعنا، ابتدينا ان احنا نعمل التجهيزات ونجيب الماكينه اللي احنا نعرضها. الناس جت ويعني كانت بتيجي المنتج منه جديد، فابتدت ناخد فكرة ونشرح لهم وعبر الشاشات وعبر الفيديوهات وعلى الطبيعة، فالموضوع كله لقى استحسان
تكنو بلاست هو احد الاصدقاء، بس يعني ما كان يعني قال لنا كان في مقترح لكذا اسم، ف يعني اخترنا تكنو بلاست، هو كان اعتقد اختيار موفق، انا يعني سعيد بيه يعني. الحقيقه واحنا المعرض احنا ما بنستفيدش في ايام المعرض، احنا بنستفيد منه بعد المعرض، لان احنا النهارده بيخش لنا زوار كتير وعملاء كتير، فاحنا بناخد البيانات وبنتكلم معاهم وبنسجلها، وممكن الشغل بتاعنا بيبتدي بعد المعرض، ان بنعمل عروض الاسعار وبنتناقش، بيبقى بوقت بيبقى متاح بالنسبه لنا وقت اكتر من وقت المعرض، الى جانب ان بعض العملاء بيبقى عاوز يشوف حاجات معينه او خطوط كامله بيتعذر علينا ان احنا نوجدها وقت المعرض، فعشان كده احنا شغلنا بيبتدي من بعد المعرض مش في المعرض نفسه. اتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني نخطو خطوات ثابته زي ما احنا ماشيين السنين اللي فاتت، احنا الحمد لله نجحنا الفتره اللي فاتت، يعني بنتمنى ان احنا نكبر ونفتح سوق اكبر، احنا ابتدينا في مصر واشتغلنا شغل كان برضو في السعوديه، المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده، وعملنا شغل في شمال افريقيا وشغل في افريقيا، ويعني ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله يكون ربنا كرمنا ونبتدي نفتح او نوسع السوق اكبر من كده. الحمد لله احنا لما بيجي لنا عميل بيبقى واخد انطباع عن الشركه انطباع كويس، لان الحمد لله والشكر لله اللي كان اشترى مننا قبل كده بيسيب انطباع طيب في المجال نفسه، كله الناس بتبقى عارفه بعضها او عارفه بعضهم البعض يعني، فبيبقى ساب انطباع كويس، وبالتالي لما بنيجي احنا حتى لما بنيجي نبتدي في مرحله من المراحل بنبتدي من حيث احنا انتهينا، يعني بمعنى ان احنا لو جبنا ماكينات معينه او رساله معينه لقينا فيها ملاحظات او السوق بيتطلب ان احنا بعض الملاحظات فيها بنتجنبها في الرساله اللي بعدها وهكذا، فده خلانا ان احنا ان شاء الله الحمد لله لينا اسم. احنا حققنا نجاح بنسبه اكتر من 80% من الهدف المأمول، واعتقد ان احنا طبعا ما حدش يعني بيوصل ل 100% بسهوله، لكن ان شاء الله باذن الله خطوه بخطوه ان شاء الله نوصل اللي احنا عايزينه. اولا حابب اتكلم عن المعرض. المعرض بيوفر لنا خدمات زي ان في نظام، في اقبال على الماكينه اللي احنا عارضينها. بالنسبه لشركتنا احنا شركه داخل مصر، ووكلاء الشركاء شركه خارج في الصين، الشركه اسمها هوكسينج، دي شركه عالميه بتصدر لجميع الدول في العالم. شركتنا هنا وكلاء ليها. احنا عندنا في المعرض السنه دي عارضين مكنه تخريز 140 ملي، مكنه قويه جدا وسمعت مع الناس وعامله صدى كويس جدا جوه مصر، وبرده صدرنا لبعض الدول بره مصر زي المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات واثيوبيا والنيجر، في دول كتيره سمعت مع المكنه وعملت صدى كويس. والله احنا بنشارك في معارض بقالنا كذا سنه، وان شاء الله السنين الجايه نكون متواجدين برده. سنه زي النهارده عندنا المعرض من يوم 18 ليوم 21، امبارح كان في اقبال على المكنه، النهارده كان في برضو ناس كتيره جت وسالت على الماكينه. بنحاول نوفر لجميع الناس جميع المواصفات الخاصه بالماكينه عشان تسويق او ان احنا نسمع اكتر جوه مصر، والحمد لله ناجحين في ده جدا. والله احنا اشتغلنا على مواصفات الماكينه باكتر من طريقه، منها ان احنا علينا جوده الماكينه نفسها والمواتير، وفي ان احنا جوده الماكينه اعلى من كذا سنه فاتت. وبس اي معرض فيه بنشارك برضو، عندنا مواصفات خاصه بينا ما حدش بيشتغل زيها يعني. والله احنا بدانا تجهيز طبعا من المعرض من بدايه الاسبوع، وكان اول يوم في المعرض لينا امبارح يوم الخميس، كان في اقبال كبير على الماكينه والحمد لله سمعت وعملت صدى مع الناس. لو بشكل بروفيشنال هنقول ان احنا وكلاء لشركه عالميه زي شركه هوكسينج دي بره مصر، بنستورد منها جميع الماكينات، الخرازات، في كسارات، في جميع ماكينات احنا عارضينها هنا برضو على الشاشه. اي حد بيجي يسال عندنا بروشور بنقدمه له، بنقول له مواصفات الماكينه بيتفرج عليها،
هي ماكينه صناعه صينيه بمواصفات تايوانيه، مفيش اي اختلاف. السنه دي احنا عاملين المفروض الماكينه لها خصم 5% طول فتره المعرض. دي حاجه من الحاجات اللي احنا بنقدمها للشركاء او عملائنا عشان يتشجعوا اكتر ان هم يجوا ويقبلوا على الماكينه. زي ما حضرتك شايفه كده، لو في معرض بنشارك فيه ببقى متواجد، بشرح للناس خصائص الماكينه، ايه افضل الحاجات اللي بنقدمها، زي ان احنا نسهل الحاجات على الناس، زي ان لو حد اشترى الماكينه مننا بنوديها له لحد المصنع، في خدمه ما بعد البيع، في عروض زي ما قلت لحضرتك، في خصم 5% طول فتره المعرض. احنا الحمد لله شركتنا اسمها كبير ومعروف، بس برضو السوشيال ميديا طبعا ليها دور كبير في ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس. فطبعا بنعمل سبونسرز على فيسبوك وعلى انستجرام بيج بتاعتنا، عن طريق ان احنا بنصور البرودكت بتاعنا بشكل بروفيشنال بننزله فيديوز على فيسبوك. طبعا جانب السبونسر واللي على البيج بتاعت انستجرام وتويتر وفيسبوك بيبقى فيه برضو الكاردز، طبعا ده شيء معروف ان احنا بنوزع الكاردز وكده. برضو بنعمل اوفرز من فتره للتانيه عشان نشجع الناس اكتر ان هي تيجي تشتري مننا. اقبال الناس عليا من الريفيوز طبعا اللي بيجيلي، من الكومنتس اللي بتيجي على المكان بتاعنا من الناس اللي اوريدي تعاملت معانا قبل كده، وان احنا المكنه بتاعتنا بشهاده ناس كتير جدا ان هي رقم واحد في مصر. ده طبعا ساعدنا ان احنا بنعمل اوفرز اكتر من فتره للتانيه عشان نشجع الناس ان هي تشتري مننا. المعرض طبعا ساعدنا بان احنا في داخل فيه شركات كبيره جدا، منها اسمنا كشركه تكنو بلاست. ده طبعا ساعدنا ان احنا يساعد الناس اللي مهتمه بمجال البلاستيك ان هي تيجي المعرض وتشوف المكن المعروض، ومنها المكنه بتاعتنا اللي هي الخرازه 140 ملي، زائد ان احنا عاملين اوفر عليها خلال فتره المعرض 5% خلال فتره المعرض فقط، طبعا بالزياده كمان ان احنا عندنا صيانه وخدمه ما بعد البيع. مشاهدينا في الفقرة دي هنكمل مع حضراتكم جولتنا في معرض أفرو بلاست، وكان لينا لقاء آخر مع المهندس محمد سمير العتال رئيس مجلس إداري شركة العتال للصناعات الهندسية، اللي كلمنا عن الماكينات وأحدث الإصدارات وتصميمات الماكينات بأحدث التقنيات. هنتابع مع حضراتكم هذا اللقاء ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. لينا في المعرض لينا مشاركات كتيره، بس كل ما بيبدا عندنا منتج جديد بنحاول ان احنا نشارك فيه علشان نعرف الشريحه الاكبر من الناس اللي موجوده معانا على المنتجات الجديده والتطويرات الجديده اللي احنا بنعملها. لله الحمد شركه العتال تتميز بالمنافسه الشديده لاكبر شركات على مستوى العالم، بالنسبه لنا بنستخدم اعلى تكنولوجيا موجوده، اي حاجه اي تكنولوجيا بتنزل جديده ممكن نستخدمها نستفاد منها في المنتج بتاعنا بنحاول دايما تبقى موجوده عندنا بشكل دايم. والسنه دي دلوقتي احنا منزلين المكنه 19 بكواليتي اعلى من الكواليتي القديم، بحيث انه